لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. تحياتي لك دكتور كريم. وثورة 30 يونيو جاءت لتبني وطنا وتكفل حياة كريمة تليق بكل مواطن، كيف تحقق ذلك من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة؟ يعني طبعا دعونا نتفق انه هو نقدر نقول عليه مشروع تنموي ضخم وعملاق، معني بالاساس بالطبقات المهمشه والطبقات او فئه المواطنين التي تقيم في الاقاليم. طبعا لمده عقود تم اهمال تلك الفئه، ويمكن لاول مره يتم ضخ استثمارات ضخمه في مجال التنميه، في مجال التنميه الحقيقيه، صحه وتعليم ووحدات صحيه وبنيه تحتيه، وده بالتالي اكيد سوف ينعكس على تلك الفئات المحرومه، واكيد سوف يرفع من مستوى جوده الحياه لديهم بشكل او باخر، خاصه ان نحن نتحدث عن أكثر من نصف عدد سكان مصر وموجودين في القرى وفي الأرياف، وبالتالي هم معنيين أكثر بهذا المشروع الضخم العملاق، لأن طبعا أنت بتحاول بقدر المستطاع تحول تلك الفئة إلى فئة منتجة أكثر، أو تزود إنتاجها أو تزود مساهمتها بشكل أو بآخر في الناتج المحلي، خاصة أيضا أن تلك الفئة هي التي تنتج المواد الزراعية وتنتج الغذاء اللي احنا الآن أمام نقدر نقول عليه أمام أزمة غذاء عالمية. وبالتالي إذا تم تنمية الصعيد والريف المصري وزادت الرقعة الزراعية وزادت جودة الحياة التي يتم تقديمها لتلك الفئات، ده هيكون ليه انعكاساته الاقتصادية الجيدة. تمام، لدينا نقطة جيدة في هذا المشروع الضخم، ان هو كان نتاج شباب البرنامج الرئاسي، وبالتالي طبعا لما نكون امام مشروع بهذه الضخامة ونتيجة افكار وتصورات شباب البرنامج الرئاسي، ده طبعا يعني يعطي امل لان الشباب هم الذين سوف يحملون راية المستقبل. بالتأكيد. دكتور كريم، ونحن نحتفل بذكرى ثورة، نتابع حرص رئيس الوزراء على متابعة الموقف في المشروعات في المبادرة الرئاسية وبمختلف المحافظات ومدى تطورها، كيف ترى هذه التحركات؟ يعني طبعا دعونا نتفق ايضا ان اصبح ان هذا المشروع زي ما قلت هو اكبر مشروع تنموي، وبالتالي الفئات المعنيه، الفئات المهمشه، سكان الاقاليم وسكان المحافظات الحدوديه والمحافظات الاكثر فقرا، خاصه محافظات الصعيد قنا وسوهاج واسوان واسيوط، المحافظات التي يعني نقدر نقول تم اهمالها لعقود وعقود، وبالتالي ده هيترتب عليه امرين، اول امر هنقلل بشكل او باخر الهجره الداخليه من الاقاليم الى القاهره والاسكندريه، كمان الجانب الاخر انا زي ما قلت ان رفع يعني رفع مستوى جوده الحياه وتوفير خدمات لهؤلاء المواطنين، سواء خدمات تعليميه او صحيه او حتى مرافق وبنيه تحتيه، بيسهل معيشتهم، وبالتالي لما بتسهل المعيشه بتاعتهم بتقلل الجزء المنفق من دخلهم على تلك الخدمات، لما تتواجد وحده صحيه كفائتها مرتفعه بجوار المنازل، او تتوافر مدرسه بجوار منازلهم بجوار اماكن سكنهم، ده اكيد بيقلل الدخل اللي هم كانوا ممكن ينفقوه في ظروف اخرى يعني، وبالتالي ده نقدر نقول عليه ارتفاع بشكل غير مباشر في دخولهم الحقيقيه، وده ايضا يعني بيبقى ليه انعكاس انه بيخرج يعني مئات الالاف من المصريين من دائره الفقر. وكانت ايضا تلك التحركات الرئاسيه او من مجلس الوزراء كانت آخرها في محافظة الغربية، في محافظة أو في قرية نهطاي، وتفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لأعمال المشروعات في هذه المحافظة. طبعا يعني احنا امام يعني تقريبا احنا قلنا ان المشروع ده كان على مرحلتين، يمكن المرحله الثانيه الكبيره والاهم، احنا بنتكلم تقريبا في 5000 قريه موزعين على المحافظات، وتم اختيار القرى وفقا للاولويات، كمان كان بيكون يعني اصبح يعني خرجنا من دائره ان المسؤول هو الذي يختار المشاريع التي تحتاج القريه، وكان في عمليات مسح من المتطوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم من شباب البرنامج الرئاسي، الشباب المثقف الواعي الذي يحمل مسؤول الوطن، كان بيعمل بشكل او باخر نوع من انواع المسح لتلك القرى، من هي القرى الاكثر حاجه، ما هي طلبات المواطنين في تلك الفتره، وبالتالي طبعا يعني اكيد احنا هنشوف ان في زياره للمسؤولين سوف تنطلق الى عدد كبير من المحافظات والقرى التي تم تهميشها الفترات السابقه. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.